زلنا معكم مستمعين الأفضل في لقاءنا الأثيري المباشر فقرة كوتش لقاء المفتوح فقرة الاستشارة والتأثير والتواصل معكم على رقمنا الهاتفي 05-37-70-50-30 أو كذلك على رقم واتساب 06-61-85-68-68 وضيفنا الأستاذ الفاضل جمال الدين سديدي كوتش ومستشار تربوي برباط. واليوم موضوعنا هو تطوير الذات. طبعا أي فرد فينا كيساعد طبيعته لتطوير ذاته وبناء الشخصية ديالو. طبعا الشخصية ماشي سهل أن الإنسان يبنيها بالنسبة للجميع. هناك واحد صعوبات وتحديات كتواجهنا في طريقنا لتطوير ذاتنا، لكن خاص دائما تكون واحد الإرادة قوية، معرفة كافية. لهذا الأستاذ الجميل الدين سديدي اليوم غادي يقدم لنا أهم الخطوات لتنمية ذواتنا وتطوير قدراتنا طبعا وصولا للثقة بالنفس. أستاذ صباح الخير. صباح النور لالا سارة، وصباح النور بالنسبة للمستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا لك على الحضور أستاذ، والله يجعل هذه الليلة مباركة مسعودة عليك. آمين. نذكروا المستمعين والمستمعات بأن اليوم ليلة 27، يعني اليوم ليلة القدر بإذن الله. نذكرهم بدعاء واحد اللي قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. نعم. لا فاعفو عني. نعم. تكرروها طيلة النهار وبالليل. نعم. هذاك تطلبوا اللي بغيتوا. يعني كل واحد راه عنده احتياج. الأواخر هذا هو الدعاء. هذا هو الدعاء. لكن هذا في هذه الليلة حيت عائشة رضي الله عنها سولت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لي إلا صدفت الليلة شنو نقول لي؟ قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. نعم. إذن هذين نذكرهم بالنسبة للليلة خطيرة جدا. هما قالوا العلماء بأنها تتساوي ألف سنة، من قالوا يعني واحد المدة طويلة. الشرح ديالها تقريبا كتجي كدا 80 سنة. هي ممكن هذا راه غير شرح ماشي نسبي. نعم. أما الله سبحانه وتعالى وعدنا بشي أجر لا عين رأت ولا أذن سمعت. والحكمة ديال الله سبحانه وتعالى ما عطاناش اليوم باش أننا نجتهدوا طيلة الأيام هذه المباركة. نعم. ما عطاهالكش وإلا غادي تجيبيها. نعم. غتبقى كتجيبي اليوم ربما. ودابا لاحظي. كتجتهد أكثر. الملاحظة ديالك لالا سارة كنلاحظوا في المساجد كيبداو يخواو غدا. نعم. يعني ساعة القصة إلى 27 هي الأهم سالينها. أي دار ممكن باقة ما جات ممكن في 29 حيث هي جات في أيام فردية قلج لها آخر لحظة. وبالنسبة لرمضان هذا موضوع داخل في تطوير الذات. هو رمضان من يخرج يعني تاخذ ستيلو ورقه، شنو من العادات اللي اكتسبتي جديده؟ شنو الحوايج اللي غادي تستمر فيهم؟ خاصك الاستمرار والانضباط في داكشي اللي بديتي اكثر فيه هذا الشهر. هذا شنو التغيير اللي كاين خاصك تستمر فيه؟ هو راه بالنسبه لرمضان بحال واحد الوقفه بوز. نعم. اش كندير؟ حيت دابا ولا الروحانيات ولينا متسامحين ولينا ضريفين ولا نستمروا، لماذا؟ طبعا حيت هذا الحب اللي هو الاصل. أكيد. وخصوصا ما يكون الناس بزاف عجبهم راسهم في هذا الشهر. أكيد. حسوا بواحد الراحة والطمأنينة في التعامل. أكيد. ولا في فراسك لالا سارة هاد التطوير ذات هاد الثقة في النفس هي راه طبيعة إنسانية. نعم. يعني بالفطرة أنت عندك الثقة في النفس. علاش عندك الثقة في النفس؟ نعم. حيت في الولادة باش كيتكون الجنين راه تيكونوا مثلا الملايين ديال الحيوانات المنوية. الملايين. واحد اللي كيسبق وتيدخل البويضه. نعم. هو انت. اذا انت واعر اصلا. نعم. ثقتك بالله لانك صنع الله. نعم. فيك الابداع والاتقان ديال سيدي ربي. نعم. لكن كيمكن هذيك الثقه ولا ذاك الذات كتاكل العصا باش طريقه التربيه. هذاك المحيط اللي بينا، هذاك القدح، هذاك السب، هذاك المقارنه، انت والو. كتبقى عندنا واحد القانون تسمى قانون التراكم كيبقى يتزاد. كنسمع غبي هنا، كنسمع انت والو، انت الا درتي شي حاجه جهه انها انت. المصطلحات راه كثيره. اذا الذات كتفقد كتشوش القيمه ديالها. حيت حنا مثلا الصوره الصحيه ديال الذات حنا تنقولوا شنو دابا شحال واحد يقول لك شنو الذات، ودابا حنا بقى لنا الذات وعندهم مشاكل اخرى وهي الاصل وهي الاساس. طبعا. كيفاش كتشوف راسك؟ واش كتقدر راسك؟ واش انت مهم ولا انت والو؟ انت كيف هذه باش نسهلوا عليكم. صحيح. هاد الصوره اللي كتشوف بها راسك هي اللي خصها تصحح تشوش. علاش؟ لان انت بالاصل انت مهم. هذاك قانون التراكم عندك واحد الملف يعني فيه تقديح ليك وكتقزم من راسك. كنقولوا حنا الكيماش تقويض النفس. نعم. دابا حنا نشتغلوا عليها. كنا هضرنا على واحد نافذه جوهري واللي قلنا عندك شي حوايج كتعرفهم على راسك وحتى الاخرين تيعرفوهم عليك، وكاين شي حوايج كتعرفهم على راسك والاخرين ما تيعرفوهمش عليك، وكاين شي حوايج ما كتعرفوش على راسك الاخرين تيعرفوهم عليك، كاين شي حوايج ما كتعرفهم لا انت لا للاخرين. دابا ندوزو لواحد المربع فيه اربعه وغنشوفوك انت فين. هذا المربع فيه انا بخير وانت بخير. نعم. يعني الانسان تيكون هنا تنقولوا كاين السواء، انسان طبيعي متوازن تيشوف راسو زوين
والاخرين زوينين. نعم. يعني كيتعامل مع الناس فرحان، يعني تقول متفائل. وكاين المربع الثاني هو انا زوين، الاخر ما زوينش. انا بخير، انت لست بخير. شوف نفسه هنا. انا اذا هنا كاين واحد الاضطراب كيتسمى الانانيه، ماشي موضوعنا اليوم. نعم. يمكن نرجعوا ليه. والمربع الثالث هو انت بخير، انا لست بخير. نعم. العكس الاخر. نعم. انا لست بخير، ولكن تقليل من الذات هو تقليل من الذات، هو ده الموضوع ديالنا. نعم. والاخطر هو المربع الرابع، انا لست بخير وانت لست بخير. نعم. نظره التشاؤميه. لاحظتي الفرق. نعم. اذا المربع الاول التفاؤل، المربع الاخير التشاؤم. وفينا كلنا هاد الانواع، كل واحد كل واحد فينا اربعه. نعم. في نفس اليوم كندوزو من هاد المراحل. لكن السؤال عندنا واحد التقنيه، عندنا واحد التمارين فين انت متواجد بكثره، النسبه مثلا شحال متواجد هنا بكثره، اللي فيهم كثره هو انت. نعم. هذاك هو النمط. وطبيعي نعيشهم بربعه هاد الحالات. طبيعي كيجيو حالات، مثلا حالات ان انت بخير مزيان وهذا، ولكن كطيحي مع شي واحد اقوى في مواقف كتحسي بنا، بعض المرات كتحسي انك اقل لان محتاجه الاخر. نعم. اذا حالات صحيه وعاديه ما كاين حتى مشكل. نعم. لكن في العموم انت في اش من مربع اللي كتعيش فيه اكثر. اكثر. نعم. ملي كنعرفوا كيفاش من مربع كنزيدوا نشتغلوا عليه انك ترقى، بحال ما كيكون عندك مثلا في ذاك المعدل مثلا عندك جوج على عشره، كنجتهدوا تولي ثلاثه تولي اربعه تولي خمسه بالتمارين. نبداو بالتمارين. تشتغل على نفسك باش تشتغل على نفسك. نعم. دابا حنا الا كنتي في المربع الاول وحسب الرقم اللي عندك. حتى هو كنزيد، واخا تكوني متفائله وعندك السواء وانت متوازنه، لكن كطمحي لاكثر. تمام. كنشتغلوا عليها الاكثر. واذا كنتي انانيه حتى هي عندها تمارين بوحدها. نعم. اذا كنتي عندك عدم تقدير الذات هي اللي غادي نخدموا عليها. شنو نطلبوا من المستمعين والمستمعات؟ نعم. ناخذوا ورقه وستيلو ونبداو في كل، وبالحق انا باغي تنقول دائما ما تشاورينيش ملي يكونوا شي مستمعين. طبعا حنا كنرحبوا بالاسئله ديالكم. نعم. الحاجه الاولى كل نهار الانسان يسجل ثلاثه الانجازات ديالو. نعم. ثلاثه الانجازات عادي يكونوا عادي، وكل انجاز وحسيت بانه مهم احتفل. طريقه الاحتفال كتعلق راسك او تقول كلمه زوينه انا بخير، او كتشرب شي براد ذاتي، اي حاجه، لكن كتقول حيت انجزت هذا. مثلا قطعت شي مراه، قريت شي كتاب. انا كنكافئ راسي على شي. هي كنكافئ راسي. نعم. لا وعي كتقول لي راه درتي حاجه بخير. هذا الاحتفال بعض المرات شحال من واحد عنده مجموعه الانجازات، لكن بما انه ما تيحتفلش بها ما كترسخش. نعم. انا دابا كنبدا نطور في الذات ديالي. اذا ثلاثه الانجازات يسجلهم لينا كل نهار. نعم. في اخر الاسبوع يعني لمده سبع ايام شحال من انجاز درنا؟ 21. تمام. هذوك 21 غتبقى تقراهم وتخيلهم. طبيعي غادي يترسخوا لينا في الذاكره ديالنا. نعم. الا كان شي مكالمه معنا. مكالمه استاذ، قبل ما نرجعوا للحديث معك شيق، معنا زهره من سلا. مرحبا بك لاله زهره. مرحبا لاله. السلام عليكم. السلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله. واش مبروكه؟ الله يبارك فيك اختي كبيره لاباس. الحمد لله. مرحبا زهره، تفضلي. يا اختي انا بغيت نراها على ولدي الله يسهل عليك. مرحبا استاذ في الاستماع لك. مرحبا. ولدي عندي بزاف اختي في حياتي. شحال في عمر ولا زهره؟ عمر 18 عام. ما متفاهمش مع با، وبا باغي يخرج وخرجته اللي دخلته وما قديتش نخرج من الزنقه. ماشي زعما هو كيكني ولكن هو حنين وحنين هدية، ولكن با ما متفاهمش معاه علاش قال لي كيتعثر وما قديتش مثلا نشوف نشوف. مرة واحدة شدوا دموري فما شادين على والو، ولكن وليت تنطلع معاه ولا بسمعه وداك الشيء ما شادين ولا فرحت بزاف والو غير هويا. قال لي انا شو وقفتي معاه، انا ما رضيتش، وانا يا شو شوهني وانا دار ليا وانا سال ليا وانا ما قديتش نخرج ولدي الزنقه، واللي قال حي خرجوا ليا الزنقه واللي دخلت. وقال لي يا اما هو اما انا، اختاري اختاري ولدك ولا اختاري انا. اختاريت ولدي ما قديتش نخرج من الزنقه. نعم. اختارتي ولدك بمعنى شنو خرجتو بجوج انت وياه، ولا الراجل خرج وبقيتي انت وولدك، شنو درتي؟ لا هو قال لي انا خرج، وقال لي صافي ما بقى عندي ما يدير، وليت كنكرهه ولا مشوهني في الزنقه ولا هذه. لاله زهره. نعم. لاله زهره، الحل اللي عندنا دابا الحل كاين في يد راجلك. اه؟ بمعنى واش كاين شي حد كيحشم منه راجلك وتيقدر عندكم شي حد كبير؟ نعم. اش غنقول لك اش غنقول لك سي دكتور، راجلي ما كيحشم هو ما يتصنتش ليكم، ما يتصنت لتا واحد.
تصنبغى راسي هيت مالا بما انتجر ولدك عندك وتفاهم معه وخيت هذا المخدرة مع المدة غادي غادي يظهر لا قال لي لا انا مشوني في الزنقه وصليت عند البوليس وما دار حتى حاجه سميتها مالو والله ما دار شي حاجه لاله زهره انا طلعت انا كيدير علاقتك مع هذا الراجل انا هذا الراجل هذا ما عذبني في حياتي بزاف ما ملقاش الراحه وما خدامش وقلت غنقير نقير 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 وانت اش كديري لاله زهره كتخدمي؟ كنخدم غير راندا وصافي تبارك الله شوف لاله زهره الحل اللي غادي نعطيك حنا في ظل هذا الراجل اللي ما تيكونش عنده كنسميه ما عندوش الادراك ما عارفش بانه راه ما عارفش يعني ما عارفش اللي هي اب وشنو الادوار ديالو في ظل هاد الحوايج لاله زهره حنا ما تنفقدوش الامل حنا ناس ديال في الشرع ديالنا حنا ناس متفائلين علاش؟ حيت كنحسوا بالقوه ديال الله معنا حنا في معيه الله سبحانه وتعالى لكن كندير الاسباب وكانها كل شيء اول حاجه غنطلب منك لاله زهره وجهك غريبه نقول لك تهلاي في راسك اولا هذا الحزن صافي باش والا غتقولي هذاك الولد هذا الحل اللي عندنا لاله زهره كتهضر وقيله بحال اللي كنسمعك نعم كنت كتهضر معك نعم تفضلي لاله زهره لاله زهره نعم الابن ديالك محتاج طاقه ايجابيه ما لقاهاش الاب يلقاها فيك راهي الا لقاك متدمره وبطبيعه الحال حسب الطريقه اللي قلتي عايشه مع هذا الراجل هو راه ربما انحرف باش يدافع عليك مجموعه ديال الوليدات ملي كيشوف الام ديالو واكل العصا تينحرف هو لا هو ما كيعطينيش العصا ولكن كيسمعو كيعطيني الكبير مزيان هو ما خدامش وقال تعال الكبير انت دايره ليهم انت فاعله ليهم البنت تصور البنت هي ولات كتاكل الدفار 14 عام ولات فين ما جلست كنقول لها حيده بنتي يديك تتاكل الدفار كتبرد غديده غير في ذوك الدفار عييت معها والو لاله زهره الا عييتي معها شنو هي عييتي معها الحل الحل عندك لاله زهره غنبداو بك غير تبعي معايا لاله هذه راه وصفه 100% باذن الله حنا هنا تنهضروا على تطوير الذات انا في ظل هذا الرجل انا متميزه وانا رائعه وانا صنع الله وغادي نصنع العظماء ركزي معايا لاله زهره ما تركزيش على السلبيات اللي انت عايشه فيها لان غتزيد توسع غنركز على الحوايج اللي عندي عندي عينيه الملايين ما عندهمش عندي انا راه مبرعه مع راساتي وعندي راجل رغم زلاتي عندي راجل عندي سقف عندي وليدات كاين اللي يعطيك الملاير يعطيه ولد واحد اذا انا غادي نتهلا في راسي في المنطقه تهتمي بالمظهر ديالك دائما تكوني مبتسمه بيني لهم بانك بخير وعلى خير اعطيهم يستمدوا منك طاقه ايجابيه تقبطي الولد ديالك وتجلسي معاه وانت قويه قولي شوف الحبيب ديالي انا عينيا نعطيهم لك كنحماق عليك كنبغيك وانا في قرارت نفسي حاسه بانك ستتميز وغتكون من العظماء وغتكون واعره غير طيحه وغادي نوضوا باذن الله نحاولوا يكون عندنا هدف واحد نخليو الوالد وما تهضريش على الاب خايب ردي بالك غير غنخليو الاب يتمنى يتصور معك يعني هذه المعلومات اللي عنده عليه هو من حقه انك مثلا تيقول بان وصلتي للبوليس هي انت واش تبغيها انت ملي كبير وتزوج وولدك يوصلك للبوليس راه ما تيقبلش حس بعدم تقدير الذات الحومه كلها كيشوف فيه المكانه ديالو نقصات نحاولوا نعالجوا هاد الحوايج الحبيب ديالو ونعنقوا وتهلاو فيه ديري ليه الشهوات هذه قوتك فقط وملي تحطي الجبهه ديالك في الارض زاد لي في رب العالمين هاد الليله اغتنميها داكشي اللي كندير دكتور داكشي اللي كندير ياك ولكن تكوني فرحانه ولابسه مزيان ومبتسمه واش توعدينا لاله زهره؟ نعم نوعدك دكتور ويكون عندك اليقين لاله زهره السميه ديالك راه واعله الزهراء تبارك الله عليك دكتور لاله زهره انت خصك دكتور انا شديت عندكم واحد الرانديفو في نهار 12 شهر 7 مرحبا صح بغيت نجيبو في نهار 31 وما بغاش ولا ثاني قال لي طال سميتو ولي نجيبو عندكم جيبي قول لي غادي تشوف واحد الاب من نوع اخر فقط غير الصباح والله غير الصباح نوضو الخدمه مشى الخدمه قال لي ماما دعي معايا قلت لي انا تندعي معاك اولدي بالليل وبالنهار انا ما كنبش عليك يا دكتور ما قدرتش نفرط في ولدي نخرجو للزنقه هذا راه واجب هذا راه واجب خص من ولدي يخرج برا ولكن هو تيقول لي هز حوايجك وخرج عليا شوتيني ودرتي لي هز حوايجك وخرج خرج غير مسكين تاعي ولات يعيط عليا ماما حلي عليا الباب ندخل ولي تحدث عليا الباب ودخل والصباح انا نعاود ثاني في عشيه يلاه كيدخل مع الباب ولا كينقول لك صافي وليدي اسير خرج تيسكت ولي دخل دابا لاله زهره ركزي معايا هاد الجمل اللي كتقولي ما خصكش تبقاي تعاوديهم انا بخير وانا تبارك الله وانا رائع في ظل هذاك الراجل راه سعادتي قراري ردي بالك لاله زهره ولدك بغى مرا تكون قويه ام تكون عظيمه
هذه قلت لي ماشي سهله في ظل هذا الرجل، لكنها ممكنه، ويكون عندك اليقين غيتفتحوا لك الابواب باذن الله. راه المعاناه قلم الرصاص كل ما نجرناه يزداد تالقا، كل ما كانت المعاناه كنوليو عظماء باذن الله. لاله زهره الله يوفقك دكتور، واخا تعطيني مرتك الله يسهلك. حليمه البوبطي شكرا لك زهره على المشاركه، والله يدير شي تاويل ديال الخير. ندخلوا مكالمه اخرى، نجات من برشيد، مرحبا بك نجات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. لي واش لكم مبروك علينا وعليك بالصحه والعافيه لاله نجات. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام لاله نجات، لاباس عليك؟ لاباس عليك، اللهم لك الحمد، الله يبارك فيك علينا وعليك استاذ، الله يجازيك بخير على النصائح ديالتك. استاذ انا عندي ولد ديالي عنده 10 سنين وعنده المشكل ديال اللعب، كيلعب بزاف لاقصى درجه، مهووس باللعب. نعم. دابا هو بيت الرابع؟ كيقرا في الرابع. شحال جاب المعدل في الدورة الأولى؟ 56. خليه يلعب. الحفاظة نهائيا، الامتحانات كانوا عندهم هاد السيمانة نهائيا، ما تيبغيش يحفظ كاع، كنقول ليه حفظ حفظ، كيقول لي لا أنا غنهبط نلعب، راني حافظ في المدرسة، راجعت قبل ما نخرج. والاستاذات ديالو داكشي ملي كنعيط لهم كنسولهم كتقول لي راه معذبنا حتى في القسم، راه كيوقف كيهضر بزاف، كيبقى يلعب مع الدراري مشاغب. وملي تيجي كنسولو كيقول لي لا ماما انا بغيت نلعب معاهم ونضحكهم شويه وداكشي. واخا هو ولدك في هذه الحاله محتاج الاهتمام، كيفاش كتعاملوا معاه في الدار؟ لا انت لا الاب ديالو. مسالي ليه؟ كنتعامل معاه مزيان. لا واش كتجلسي تلعبي معاه؟ شويه ما واش كتنقري بزاف؟ صغر منه مؤخرا. كانت عندي شي مشاكل وداكشي، وكنت وليت كنقول بزاف مع العلم، انني ما عمرني ما ضربته، ما كنتش عن النصائح ديالك وداكشي، ما كنتش كنضربه، ما كنغوتش بزاف، ولكن مؤخرا صراحه وليت كنغوت لدرجه حتى هو بعض المرات ولا ملي كيجاوبني كيهضر معايا بالجهد. اكيد هذا كيتسمى قانون الانعكاس، لحتي ورده غير يرد لك الورده، اللي لحتي لي غيردوا لك. لا نجات باغي تزيدي شي حاجه؟ حتى مثلا ملي كيكون عندنا شي حد، يجي عندنا شي حد مثلا للدار، واخا غير عماته ولا خالته ولا شنو، تيولي يهضر بزاف، واخا تنبقى نقول ليه اسكت شويه ولا راسو باغي يهضروا، هضر واحد شويه. نعم لا نجد، دابا حنا هو الموضوع ديالنا. نعم لاحظي الولد ملي تيبغي يبين بانه مهم ملي كيجيو الضياف، او ملي تيدير الشغب في المدرسه، تيقول لهم ها انا محتاج للاهتمام، محتاج لتقدير الذات، ردوا بالكم ليه، ما تبقايش تقمعيه. دابا نطلع ندير معك واحد الاسبوع او جوج الاسابيع، وانا حنا دابا ما بقات قرايه، القرايه نهضروا عليها في الدخول المدرسه، مع ذلك نعطيك الوصفه اللي ديري ليها. دابا ركزي غير على الايجابيات ديال ولدك، حتى اللعب ديالو، حيت اللاعب عنده مجموعه، كاين اللاعب من اجل المتعه، وكاين اللاعب الهادف، وكاين اللاعب العلاجي. غنديروا ليه شي حصه ونوريكم كيفاش كنديروا اللاعب من اجل المتعه واللاعب الهادف اللي عنده هدف من وراءه، وعندنا اللاعب العلاجي، يعني كنعالجوا من خلاله. دابا ركزي معايا لاله نجات، وانا راه عاوتاني غادي نعاود معك وغادي نعاود مع جميع النساء. اولا المظهر ديالك يكون زوين، تتجملي، تكوني جميله، تكوني كتبتسمي، الصوت ديالك يهبط، الانثى الصوت ديالها ما كيرتفعش ابدا، 50% من الجمال ديالك تهبط، لا مشكل عندك غيكون مع راجلك لا مع وليداتك ما غادي يبغيوكش. حنا تنشتغلوا على ان تكون بيناتنا واحد العلاقه قويه بيني وبين ولادي، يحبوني، باش يحبوني خصني نكون كنحب راسي، ما تهضريش على المشاكل، ما تكونيش منفعله. بالنسبه للاعب نخليه يلعب، ولكن تيكونوا الضوابط، مثلا معاش غنبداو، معاش غنساليو القرايه. بالنسبه للابتدائي كنديروا نصف ساعه فقط، نصف ساعه 5 دقائق ديال الراحه، نصف ساعه 5 دقائق، لان عندهم بزاف ديال المواد منعكسه. في الدخله ديال المدرسه، في الدخول المدرسي ان شاء الله غنوريكم الطريقه، نعلمهم الطريقه يكونوا منهجيين في الدراسه، كيفاش نحفظ؟ حيت راه تيقول لهم الحفاظ عمرهم ما علموهم كيفاش يحفظوا، نعلموك التقنيه كيفاش كنحفظ انا، ونمشي مع ولدك بشويه بشويه. دابا هذه العطله ديال المتعه وديال النشاط لاله نجات، استمتعي بولدك وكبري به، وخا يكونوا الناس عمرك ما تقولي جلس بركه، حيت كل شيء كيبقى يقول لي انت اسكت، شغلهم هذاك، انا ولدي سيكون عظيما. كنتحرج بعض المرات، كنتحرج انايا كيبقى يقول لي اسكت، هو ما تيسكتش وكيبقى يهضر. أنا تنقول لك العكس، ولدك رائع. الآخر الرائد الآخر شغلهم هذاك. دابا أنا بالنسبة لي ولدي تيهضر، تيبغي يعبر على راسو، وكنهضر معاه. وإذا قال شي حاجة ماشي هي هذيك، تنقول له ممكن توضح لي، ممكن تشرح لي الحبيب ديالي.
شنو غادي ترتب عليه هذه الحاجه اللي درتيها؟ واش ما كاينش عندك شي خيار اخر؟ ما شاء الله عليه، ونعطيه العظماء، نعطيه محمد الفاتح، صلاح الدين الايوبي، توماس اديسون، ونعطيه مجموعه ديال شنو دار شنو دار شنو دار. فقط قبلي ولدك، لكن قبل ما تقبلي ولدك قبلي نجاة، تهلاي في نجاة. الله يوفقك لاله نجاة. شكرا لك نجاة على المشاركة. الله يجزيكم بخير. بارك الله فيك، ومشكورين كل المستمعين الكرام اللي شاركونا، وما قدرناش اننا ندرجوا مكالمتهم في حلقة اليوم. استاذ تبارك الله عليك. مرحبا. ودائما لقاء والحديث معك شيق، نتمنى المستمعين تكون عمات الفائدة عندهم، وغدا ان شاء الله دائما لنا لقاء دائما مع تطوير الذات مع الاستاذ الفاضل جمال الدين سديدي، كوتش ومستشار تربوي بري.